أهلا بحضراتكم من جديد مع أبرز ما طلعتنا به الصحف المحلية والعربية والعالمية الصادرة صباح اليوم. نبدأ بالصحافة المحلية ومنشطات صحيفة الأهرام. الرئيس يختتم زيارة ناجحة إلى الإمارات. صندوق النقد يؤكد نجاح مصر في الإصلاح الاقتصادي. ارتفاع الاستثمارات وإيرادات السياحة وانخفاض التضخم والعجز. الحكومة ترفع حالة الطوارئ لمواجهة السيول المحتملة. محور شبرا بنها جاهز للافتتاح في احتفالات أكتوبر. إلى منشطات صحيفة الوطن. النقد الدولي يؤكد اقتصاد مصر استرد الثقة. عفينا القاهرة من معايير فاتورة دعم الوقود، ونتوقع تراجع التضخم والسيطرة على الأسعار في يونيو المقبل. الفقي سعر الوقود لن يزيد العام الحالي. غموض موعد بدء الدراسة بالمدارس اليابانية ووزير التعليم ثمانية اكتملت والمنهج بالعربي. نقرأ أيضا من اليوم السابع رئيس بعثة صندوق النقد يبشر المصريين. مصر تتلقى ملياري دولار نهاية العام، والتضخم سينخفض لأقل من 10%. رئيس الوزراء يوجه 13 تكليفا لعشرة محافظين استعدادا للسيول والأمطار. وزير الصناعة مد تطبيق رسوم الإغراق على استيراد الحديد شهرين. من منشطات صحيفة المصري اليوم، العراق على حافة التقسيم. التنظيم والإدارة نظام جديد لعلاج عشوائية الأجور. لا مساواة مطلقة في الرواتب ولا تفاوت إلا بمبرر. المدارس اليابانية في انتظار موافقة رئاسية لبدء التقديم. التموين الخبز المدعم من محافظة صاحب البطاقة فقط. زيارة الرئيس السيسي للإمارات كانت محور عدة مقالات في صحف اليوم، ومنها مقال الكاتب جلال ديويدار الذي رصد المشاعر الجياشة التي يكنها الإماراتيون لشقيقتهم الكبرى مصر. ليس هناك ما هو أعظم تعبيرا وتجسيدا لطبيعة العلاقات التي تربط مصر بشقيقتها الإمارات من هذه العبارات الغاية في الحب والود التي وجهت للرئيس السيسي على هامش زيارته للإمارات على لسان مسؤول إماراتي قال وهو يصافح الرئيس: نحن فداء لمصر، وهذه وصية الشيخ زايد لأولاده. لم تكن هذه الكلمات تعبيرا عن شعور هذا المسؤول وحده، ولكنه من واقع السياسات والأعمال هو شعور كل الإماراتيين. هذه المشاعر الصادقة والأمينة ما هي إلا تجسيدا للإيمان بالدور الذي قامت به وتقوم به مصر من أجل الدفاع عن أمن ومصالح أمتها العربية على مدى التاريخ. نتحول إلى الصحف العربية، والبداية من منشطات الحياة اللندنية. جسر عائم على الفرات يمهد للسيطرة على حقل العمر السوري، وقاذفات روسية تقصف داعش من الأجواء الإيرانية والعراقية. أردوغان يتهم بارزاني بالخيانة ويهدد بتجويع سكان الإقليم، وإنذار عراقي للأكراد بتسليم المعابر. حوار ليبي في تونس بحثا عن توافق ثان. ونطالع من السياسة الكويتية. السيسي ومحمد بن راشد يشددان على ضرورة التكاتف مع السعودية والبحرين لترسيخ الاستقرار في المنطقة. 93% من الناخبين في كردستان صوتوا لصالح الانفصال عن العراق. برلمانيون يجمعون توقيعات لإقالة الرئيس العراقي ونواب بالبرلمان. ونرصد من عناوين صحيفة الخليج الإماراتية: الملك سلمان ينتصر للمرأة ويمنحها حق قيادة السيارة. دمشق مستعدة للحوار مع الأكراد حول الإدارة الذاتية. الكويت: مستمرون في وساطتنا ونأمل عقد القمة الخليجية في موعدها. مصرع 3 إسرائيليين غربي القدس واستشهاد منفذ العملية. من أبرز عناوين الغد الأردنية: ترامب: السماح للنساء بقيادة السيارات في السعودية خطوة إيجابية. بعد 8 شهور من استعادتها من المعارضة، الحياة تعود ببطء للشوارع المعزولة بمدينة حلب. جنوب السودان بين نزاعات داخلية وحرب إقليمية. خبراء: تحمس المجتمع الدولي لانفصال جنوب السودان بات يشكل عبئا لما يجري في دولة الجنوب. ومن الصحف اللبنانية نقرأ من المستقبل:
مقتل إيراني يقود عمليات الحوثيين على الحدود السعودية. عون: لبنان لم يعد قادرا على تحمل تداعيات النزوح ولا بد من حل سريع. الأمم المتحدة: إسرائيل تبني المستوطنات بوتيرة مرتفعة. إسرائيل ترفض وقف بيع السلاح لميانمار. في مقال لها نبهت صحيفة الشرق الأوسط لخطورة تداعيات نتيجة الاستفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق والمنطقة بأسرها، وقالت: لا شك أن الإصرار الكردي على إجراء الاستفتاء وضع حيدر العبادي في الزاوية وفرض عليه اتخاذ إجراءات صعبة ومؤلمة لا رجعة عنها، وذلك بسبب إدراكه أن أي إرباك أو تلكؤ من جهته سيتسبب في فوضى عارمة في كل أرجاء العراق، وسيصبح الوضع خارج السيطرة إذا تردد ولم يتخذ القرارات اللازمة مهما كانت أليمة وصعبة. لقد وضع الاستفتاء الكردي حيدر العبادي في مكان لا يحسد عليه، حيث أصبح عالقا بينما بات يوصف من قبل المزايدين القوميين الشيعة والسنة في بغداد بانفصالي شمال وميليشيات الحشد الشعبي المنتشرة غرب العراق وشرقه وجنوبه، وهي الآن في أقصى درجات الاستنفار ومستعدة للتحرك في أي لحظة. نتحول إلى الصحف العالمية ونبدأ من عناوين صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية. مأساة بورتوريكو، الوضع يشبه ما بعد الحرب. تكدس بالمطارات والمستشفيات الرئيسية تغلق أبوابها بعد تزايد أعداد المصابين جراء إعصار ماريا المدمر. بيونغ يانغ تتخذ مسارا أكثر حذرا، ومحللون يؤكدون أن كوريا الشمالية باتت حريصة على تجنب حرب لا يمكنها الفوز بها. لازلنا مع الصحف الأمريكية ونقرأ من جريدة وورلد تريبيون: مركز إقليمي في كاليفورنيا يحذر المسؤولين المحليين من الاستعداد لهجوم نووي بعد اختبار كوريا الشمالية لصاروخ باليستي عابر للقارات. السياسي الأمريكي روجر ستون يفتتح جلسة لجنة المخابرات في البيت الأبيض بشهادته حول تورط حملة انتخابات ترامب مع مسؤولين روس. وإلى الصحف الفرنسية ونقرأ من جريدة ليموند: الاستفتاء الكردي أربيل تدعو للحوار. وبغداد تنذر وبرزان يؤكد: مهما كانت الأرقام النهائية، صوت سكان الإقليم فتح حقيبة جديدة. زلزال المكسيك، التضامن على هوامش النظام، المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال قد تعضد موقف حكومة زعيم اليسار مانويل لوبيز في الانتخابات القادمة. ومن الصحف الإسرائيلية نقرأ من جيروزاليم بوست: هجوم مستوطنة هارادار يضع الفلسطينيين العاملين في المستوطنات تحت طائلة القانون. الهجوم يشير إلى فشل أمني ويتيح لسلطات إسرائيل استخدام نظام أمني أشد دقة. الولايات المتحدة تسمح بدخول 45 ألف لاجئ كحد أقصى خلال السنة المالية المقبلة، وهو ما يعد أدنى مستوى خلال 12 عاما. من صحيفة الاندبندنت البريطانية نطالع: الرئيس الفرنسي يدعو لتشكيل جيش الاتحاد الأوروبي وميزانية الدفاع المشترك، ويقترح إنشاء وكالة اللاجئين للمساعدة في معالجة أزمة الهجرة. زعيم الحزب المعارض في بريطانيا جيرمي كوربين يدعو زعيمة ميانمار أونغ سان سوتشي لإنهاء العنف ضد المسلمين الروهينجا. صحيفة التايمز البريطانية رصدت في مقال لها دور روسيا في الشرق الأوسط، معتبرة أن الرئيس الروسي بوتين يحقق مكاسب من الاضطرابات في هذه المنطقة، وقالت: على الرغم من الدور المثير للاضطرابات الذي لعبته روسيا في دول البلطيق، إلا أنها تنتهج استراتيجية مغايرة في الشرق الأوسط للحد من نفوذ الولايات المتحدة والغرب في تلك المنطقة الواعدة، فهي تلعب دورا يؤيد الاستقرار والبقاء على الوضع الراهن معارضة التدخل الغربي. ولعل أحد أهداف بوتين
هي الحيلولة دون عودة نحو 3200 مسلح روسي يقاتلون مع داعش حتى لا يثيرون فيها الفوضى وفتح مجال لجذب الاستثمارات الخليجية، لا سيما مع تزايد العقوبات المفروضة على موسكو. وقد ظهرت تلك الاستراتيجية في وقوف روسيا على الحياد تجاه استفتاء كردستان الذي ترفضه معظم الدول الكبرى. ولا يتبقى في هذه الجولة سوى نظرة على أبرز الرسوم الكاريكاتورية. ختام الجولة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.